هلا رح نروح لضيفتنا يلي استحقت عن جدارة، بولين حاج البراك، استحقت عن جدارة الجائزة اللي منحها إياها صاحب الغبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم ملكين الكاثوليك جوزيف العبسي، منحها المعهد الفني الأيقوني جائزة سنوية لأفضل عمل ايكونوغرافي. صباح الخير، صباح اهلا وسهلا فيك، مبروك. ميرسي. كثير حلو هذا الشغل، هلا رح نشوف صورك وشغلك، بس كثير حلو تكتب الايقونه. خلينا نبلش نقول الايقونه، لانه نحن بنقريها للايقونه. هي قراءه الايقونه مثل كانه عم نقرا نص من الانجيل، نحن بنترجمها برسمه، بس هي كل شغله بقلب، لا كل لون، كل لون يمكن. كل شغلة موجودة بقلب الأيقونة لها معنى لاهوتي. طيب بولين، أنت بتنقي الموضوع يما بيجيك من حدا؟ لا، نحن الموضوع يعني بالسنة الدراسية محدد، بس نحن يعني في تام معين نحن بدنا نكون بإطاره، بس نحن بننقي القديس، بننقي العذراء، يسوع، مين بدنا نحط بقلب هالأيقونة، بس في ديزاين معين، في تام معين بدنا نشتغل عليه. السبت عشية كان الاحتفال بالمعهد الأنطوني، مبروك. مرسي. بحضور زوجة لابولين، الصديق الدكتور جورج البراكس، كل التحية. قد ايه بيدعمك جورج بهذا الموضوع؟ بيدعمني. قد ما يكون فاضي. هلا هو مسؤول، هو مسؤول على شركة طاقة، قد ايه بيعطيك طاقة بهذا؟ أكيد، ليك أنا عايشة بسلام كثير كبير بالبيت، وهو عايش بمشاكل كثير كبيرة مثل هالبلد يعني. طويزن يعني. نعم. هلا رح نشوف الصور. قولي لي قد ايه بتاخد معك الرسمه؟ يعني حسب الحجم اكيد، حسب الديتايات يلي بقلب الايقونه. في ايقونات ما بياخذوا كثير وقت. لك شو حلوه هيدي بورتري. انا بعمل بورتري وايكون. هودي الايكون، هو الايقونات البيزنطيه. الزيت؟ لا. شو؟ الايقونه هي من مواد الصفار البيض مع الخل ومي مقدس. مواد بيئية يعني. كله مواد طبيعية. نعم. نشتغلها حتى شو حلو. تلزيق على الخشب. المواد كلها طبيعية من في ورق ذهب وهيك كمان. أكيد. أكيد. بتباركوا القماش أول شيء بالزيت المقدس؟ لا، هي مش قماشة، هي خشبة. خشبة. هي بتعني الخشبة، الصليب يلي انصلب عليها يسوع المسيح، ومنجرحها مثل جروحات المسيح هون من الاحتفال. إيه، وبنرجع بنلزق عليها القماشة. نعم. القماشة هي بتعني الكفن. بس كلها من مواد طبيعية، يعني من جلد، من عظم الحيوانات. بندوبهم التلزيق وبنستعملهم. يعني قد ايه تقريبا بتاخذ شغل؟ تقريبا يعني اصغر حسب حاجة. اذا صغيره بتاخذ جمعه 10 ايام، وبدها 15 يوم تتنشف مزبوط، لانه من صفار البيض تما تقطيع. قد ايه دقيق؟ اذا اجى الشمس عليها ما بيسوى الضوء كمان. يعني كثير قد ايه بتكون اعصابه هاديه اللي بده يشتغل بهذا الموضوع؟ اكيد بده يكون بيصلي كثير، وبده يكون ملتزم. روح لحديت هلا كم وحده صرت شغله تقريبا؟ صاروا شي 60. 60 ايقونه كاتبه، 60 ايقونه خلال كم؟ هول الاربع سنين يعني. أربع انا سنين. ملتزمه فيهم من وقت ما بلشت. طيب هلا خلص بطل في دراسه؟ هلا بعد ما خلصنا بروجي فينال، عندي بروجي كتير كبير تخرج يعني. ايه، لايلول بدنا نقدمه. وهلا انا رابع سنه ماستر. فينا نكشف يا ملا؟ بلا، هي ايقونه كتير كبيره. يا ريت قدمت لكم الصوره قبل ما جيت، بس بكره بتحكي. بس بدي لك مبروك التخرج، بنشوف العمل لايلول. ايه، هي بتحكي عن عن العشاء السري. بس مش بس يعني في 12 تلميذ، في الانجيليين الاربع. هي يعني كتير مميزه وكتير يعني فيها مش من شايفه دائما فيها. هيدي رح تعطيها لبيتك؟ اذا الله راد. اذا الله راد. الستين معروضين ببيتك او راحوا هدايا كمان؟ لا اكيد، في منهم راحوا هدايا، في منهم انشروا، في منهم. حلو. بس حلو العمل هيدا، مثل ما بنقول نوع من الصلاة. نعم. صح؟ أكيد. يعني الترنيم صلاة مرتين، وكتابة أيقونة كمان بتعبر عن إيمان محدد، أو بتخبرنا المسيرة بالإنجيل. يعني بتاخدي موضوع عن الإنجيل وبترجميه بالأيقونة. بالأيقونة. بلشوا بيت البراكس يبعثوا لك تهاني. إلي ونبيل بيقولوا لك مبروك. إيه، كانوا مشاركين معي. كانوا مشاركين معي. بالنهاية هيدا العمل أنت اخترتيه.
قدي بتعطي منك؟ كتير وقت، كتير وقت، من الصبح بكير ببلش، كتير وقت، كل وقت يمكن لكتابة الأيقونة. كل وقت. بس تحسي حالك مرتاحة أو لا؟ بكل الأوضاع. طاولة حاضرة وجاهزة والألوان جاهزة. أكيد والألوان جاهزة. أي أيقونة حسيت فيها أكتر شيء؟ هلا كلهم، بس أنا بحب لا فياج دو سيلانس، ما بعرف يلي العذراء الحاسة السيدة الصامتة، يلي هيك بتحسسني فيها كتير، إنه العذراء عاشت كل حياتها بصمت. وكانت عم تتأمل بالأحداث يلي كانت عم بتصير قدامها، عم بتراقب والألام يلي صار قدامها، بس هي كمان كانت عايشة بفرح وبصمت. شكرا لك بولين حاج البراكس، اهلا وسهلا فيك، مبروك مبروك. ألف مبروك.